الحقيقة أنه يعني في جهود كثيرة بتحصل على أرض مصر في مختلف المجالات. الفترة اللي فاتت كمان تابعت توقيع بروتوكولات مهمة للغاية وعدد من الاتفاقات أو مذكرات التفاهم أيضا ما بين وزارة الاتصالات وبعض الجهات المختلفة. أول ما نسمع أن وزارة الاتصالات بتعقد مع إحدى الجهات بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم أو يعني اتفاق بشيء معين، يبقى إحنا ناويين ندخل بالتكنولوجيا بالرقمنة في هذا المجال وهذا المضمار أو مع هذه الهيئة. والحقيقة كان في نشاط لافت الأيام اللي فاتت في مسألة توقيع مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وبعض الجهات، ده اللي هنتابعه النهاردة. كمان هنشوف كمان التوقيع ده بين الوزارة ومحافظة بني سويف في الإطار الاهتمام طبعا بصعيد مصر، وده لتعزيز التنمية المجتمعية لأهالي بني سويف باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نتابع معاكم. ثلاث مذكرات تفاهم تم إبرامها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف بهدف تعزيز وتأهيل وتنمية القدرات والمهارات لأكثر من 1000 متدرب من شباب الخريجين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب من خلال الوسائل الرقمية، ويعني سعدت أعظم سعادة بلقاء مجموعة رائعة من الشباب الذي استفاد من هذه المبادرة واستطاع أن يقتحم سوق العمل وينافس فيه بفعالية على المستويين المحلي والدولي من خلال هذه المبادرات، مبادرات العمل الحر و مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تنمية مجتمعية رقمية للارتقاء بالاقتصاد الرقمي المصري وتنفيذ مشروع التشخيص عن بعد لتوفير الخدمات الصحية لأهالي المحافظة بالمناطق التي تبعد عن المستشفيات المركزية، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية للممشى الجديد ببني سويف وتوصيل خدمة الانترنت له، نقاط كانت على رأس أولويات الجولة التفقدية بالمحافظة. اتفقت مع السيد المحافظ على أن نقوم بتوصيل خدمات الإنترنت إلى ممشى بني سويف، هذا الممشى الرائع الجميل الذي يطل على النيل الساحر في محافظة بني سويف العريقة. إحنا الهدف الرئيسي هو التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، إضافة طبعا إلى توفير فرص عمل هنا لأولادنا، لأولاد بني سويف. نتكلم عن الحمد لله بقى في مصنع جديد دلوقتي لتصنيع التابلت، هيبقى إن شاء الله في مصانع للتليفونات المحمولة وغيرها. التطوير نقدر نقول إن هو تطوير نجاح اقتصادي بالأساس للدولة المصرية، فرص عمل بتتوفر في كل مكان وبيوت بتتفتح يوم بعد يوم. رؤى واستراتيجيات تنتهجها الدولة ولا سيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويع أدوات التكنولوجيا لرعاية الإبداع والابتكارات لدى الشباب، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي تماشيا مع الجمهورية الجديدة.